وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الصابرة كالقابض على الجمر، يعني يكاد يصبر يكاد لا يصبر. وكلما ازداد علما وفقها وتمسكا بالسنة ازداد صبرا وتحمل الجمر، وكلما قل دينه وقل علمه وزاد جهله نفذ صبره ولم يتحمل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا: يا رسول، أجر 50 منهم أو 50 منا؟ قال: 50 منكم. وهذا أخرجه أبو داود. هكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصابرين، لأن الصبر مر، لكن انظروا ماذا يترتب عليه من الأجر العظيم. أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.